هكذا مشاهدي الكرام على بركة الله والتحديات تستمر. شوط ينتهي وشوط ينطلق، جميع انطلاقاتنا موفقة بعون من الله وتوفيقه ومتابعة جيدة من لجنة المنظمة لهذا الميدان على بركة الله. ينطلق الشوط الخامس عشر في المجموعة، والشوط ايضا الشوط السابع للصعود، الشوط السابع للصعود. ننطلق مع البداية، ننطلق مع شاهين، مع البداية مع الريل، عفوا لخليفة بن سعيد بالأحمر الظاهري، بينما المركز الثاني القادم شعار محمد بن سعيد بن حمور العامري مع الشاهينية، وثالث الأسماء وصل شعار قادم، شعار سليم مرسل بالأسود العام عامري مع الفقيرة، ورابع الاسماء شعار ناصر بن مغير العميمي مع حملولة، وخامس الاسماء شعار بن حمودة مع الشعني علي بن حمودة الظاهري، قدام وصل في خامس الاسماء. لكن الصدارة البداية، الريم بالبداية، الريم خليفة بن سعيد بالأحضار الظاهري من ولع الشوط نار بالبداية، ودير بالك بن حمرور أخالي زاخر، أخالي زاخر قادمين مع الشهني محمد بن سعيد بن حمرور. بسم الله يا بالحضار، بالحضار يقدم لنا هذه النوعية الجميلة، نوعية الريم وسلالة نجوان بالحضار، انتاج بالحضار، يأتينا بهذه النوعية مع الريم خليفة بن سعيد بالحضار الظاهر. المركز الثاني محمد بن سعيد بن حمرور العامري مع الشهنية، وثالث الأسماء جبار مطوع بالسيف الشمال الظاهري، ورابع الأسماء رابع الشعارات شعار شعار بالمحروم رقم 33 في رابع الاسماء، مع التهانينا والناموس لسعيد، التهانينا والناموس لخليفة بن سعيد الحضار الظاهري مقدم الريم بهذا الشوط، وسلامة نشوان بعيد بالحضار. والتوقيت الزمني لهذا الشوط 2:12 ثانية،